كان لأحد العرب زوجة وكان دائم الخلاف ثم يصبح وقد تصالح، ولما أسن الزوج وكبر وشاخ أصرت المرأة على طلب الطلاق، فقال لها القاضي: كنتما تختلفان، وما أن يصبح الصباح حتى نراكما وقد تصالحتما، فما الذي حدث في هذه المرة حتى تصرين على طلب الطلاق؟ فقالت المرأة: لقد مات الذي كان يصلح بيننا،